ايه دنيا، فين ايام ما كان مرسي الله يرحمه بيدعو التيارات المختلفه للحوار السياسي، فكانوا بيتامروا عليه ويقولوا لا الحوار خيانه، الحوار عار. نفس الناس اللي النهارده سبحان الله بيستجيبوا لاستغاله السيسي والتمثيليه اللي عاملها عشان زنقته اليومين دول ما بين الحوجه لصندوق النقد وما بين الاستعداد لزياره بايدن اللي جاي المنطقه يفتش عليها الشهر الجاي، فاشتغلوا نفسهم هم كمان وعملوا نفسهم الايه بيتحاوروا. وعلى صعيد آخر، الأسبوع ده حصلت جريمة جديدة ومكررة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي واتوجعت قلوب الناس على الصحفية والمراسلة شيرين أبو عقلة اللي قضت سنين طويلة من عمرها في نقل صوت ومعاناة الشعب الفلسطيني للعالم من قلب الأحداث والقصف. بنعزي نفسنا وبنعزي الشعب الفلسطيني في وفاتها، ربنا يرحمها ويرحمنا جميعا من الجهل اللي بقينا غرقانين فيه. في وقت كان المفروض جريمة زي دي يعني تطرح أسئلة كتير عن فضح جرائم الاحتلال ضد الصحفيين أو توصيل رسالة للعالم أنه يتضامن مع حق الفلسطينيين ضد إجرام الصهاينة والمطالبة بفتح تحقيق دولي لمحاسبة المتورطين في الجريمة دي، لكن اللي حصل أن اللي انفتحت عركة بيننا وبين بعض ملهاش 60 لازمة حوالين ديانتها ومصيرها، والحمد لله إسرائيل دلوقتي هي اللي بتحقق في الموضوع بكل شفافية ونزاهة ويطلعونا إحنا اللي قتلناها في الآخر. وعلى صعيد ثالث، أنا بجد ما شفتش حد قلبه على النظام أكتر من داعش، يعني ما شاء الله عليهم كل ما النظام يكون مزنوق وظهره للحيطة على طول يلحقوه بعملية إرهابية عشان يقدر يتحجج بيها ويقمع الناس أكتر ويغلوش على كل المصايب اللي بيعملها. محامي أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، العائلات تنازلت وكبروا للراجل واعتبروا كريم الهواري زي ابنهم. حل التصالح لما تم، الاهالي قضت مبالغ ماليه اثناء التصالح زي ما سمعنا صباح اليوم. حضرتك الاهالي بلا استثناء بعد ما والد المتهم الراجل تواصل معاه، بينفع حضرتك استاذ تواصل معاه واعتذر لهم، والراجل مشكورا قال احنا غلطانين واحنا بنتاسف ليكم. الناس تخلصوا وتنازلوا وتصالحوا بلا قيد او شرط، لان الناس من عائلات وهم كبروا العائلات اللي جت لهم، هم كبروا حضرتك للعائلات اللي جت، والناس قعدوا اعداد على مستويات عائلات كبيره والناس اهل صلح وجم الناس وتصالحوا تخلصوا وتنازلوا دون قيد او شرط. يعني ما كانش تحت اي ضغوط او اي ضغوط ولا في اي ابتزاز ولا كان في اي حاجه من اي شيء يذكر يعني. طب دفاع والناس مين مشكورين اهليه المجني عليهم كلهم بلا استثناء بعد ما الحاج محمد نفسه والد المتهم قال يا جماعه ابن اولادكم هم اولادنا وابن هو ابنكم واحنا بنعتذر لكم على اللي حصل وفي الاخر كلنا مصابين. الناس كبروا للراجل وكبروا لاهليته وكبروا للعائله بتاعته والناس مشكورين تنازلوا دون قيد او شرط. ده حقيقي على فكره، الواد زي ابنهم بالظبط وهم معتبرين ابنهم من اول يوم فعلا ومتعاطفين معاه كمان. بتاع المخدرات اللي اخته جات سابت عيالنا مرميين في التراب. طيب مش بس جاي على نقاله جاي على نقاله ومتجبس عامل له شويه جبس واسمع جايبين مجبسين. هو اتكلم معاه شويه جبس. طب انت قرار بتاع المحكمه ايه؟ تاجيل ولا ايه؟ ايه اللي استفزكم دول؟ ولادنا يعني ايه اللي استفزنا؟ ولادنا دول اصل العيال ولادنا تحت حراس خرجوهم السجن جايبينه على سرير كانه خلاص هيتشال خايفين عليه بالشلل واحنا ولادنا اللي اتحرق قلبنا عليهم. ايه طلباتكم في الجلسه؟ يعني لو تشرحي لنا المحامين بتوعكم دفعوا بايه؟ المحامين طلبوا تاجيل. انت بتتكلم في القضيه؟ ايوه اتكلم. قال ايه؟ وقال ايوه انا اللي خبطتهم غصب عني. طب انتوا قلت له اي كلام؟ القاضي سمح لكم بالتحدث؟ لا طبعا، اول ما كلمنا لما لقيناهم ان هم عايزين يقولوا النصر العيني خرجونا بره. يعني الجلسه شغاله دلوقتي حضرتك؟ بس هنحضر تاني بقى. الجلسه اللي طالعينها دلوقتي ولا ايه؟ تاجلت الجلسه كتير. ايه اللي حصل في الجلسه؟ تاجلت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، ده بيدا جاي على سرير ليه؟ هو اللي العربيه دسته؟ امال الاربعه اللي دسته فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبعدين هو مش ابن محمد الهواري؟ يبقى ابننا كلنا، ابن اهالي اللي ماتوا وابن الضحايا الجدد لما يطلع بالسلامه ان شاء الله يعني. ثم ان مش الديه جايزه شرعا وكل شروطها كانت موجوده والناس واضح ان هم كانوا موافقين ومتعاطفين مع الواد كمان، ومفيش لا سمح الله حد ضغط عليهم ولا حد اجبرهم ولا هددهم ولا شيوخ ورجال دوله سابوا كل الظلم والفساد والغلابه اللي بتموت يوميا من الفقر والاهمال وراحوا جري لاجل خاطر عيونه وفلوس واحد من كبار رجال الاعمال،
ولا حد بعت ناس على انهم وكلاء نيابه عشان يفسدوا الكاميرات اللي وثقت الحادثه. يعني حسن النيه متوفر اهو من اول ما شرب خمره بالغلط على انها عرق سوس وساق على سرعه 150 لحد ما ابوه جاب اسطول محامين يطلعوه زي الشعره من العجين. ربنا يرحم اللي ماتوا ولسه بيموتوا سواء ليهم او ما لهمش دية. مصطفى بكري اللي يبص في وش الرئيس السيسي يحس بحجم معاناته النفسية من الأزمة الاقتصادية. تماسك الجبهة الداخلية قدام الدعاية الرخيصة والأكاذيب والفيديوهات اللي بيعملوها بشكل ممنهج واللعب على أوتار الوطن، مش عايزينكم تخربوا البلد، تفتحوا الطريق أمام البلطجية والنهب والسلق وحرق الوطن، ساعتها لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب أبدا. خلونا نقف ورا قيادتنا السياسية اللي احنا على ثقة في وطنيتها وانتمائها وحرصها على البلد. والله اللي يبص في وش الرئيس السيسي ويسمع كلمات يحس بحجم معاناته النفسية نتاج هذه الأزمة اللي احنا ضحاياها وكثيرين ضحاياها. يمكن صدر بيان منذ قليل من وزارة المالية يدينا مزيد من الأمل. مثلا لما البيان يقول ان احنا بنتوقع فائض اوادي 91 مليار جنيه بما يحقق خفض في العجز الى 6.2% والدين الى 85% بنهاية يونيو، فده يدينا الأمل. يا ابن اللعيبة بدري، انا نفسي الجيل الصاعد من الطبالين يستفيدوا شوية من الجدع ده. سنس كده وسرعة بديهة في التطبيل ما تشوفهاش في حد غيره. الراجل قاعد بيتكلم في الأزمة الاقتصادية وهوب لقى صورة السيسي طلعت قدامه، يعديها كده على مين؟ خش على ملامح وشه على طول. وانظروا الى هذا الحمل الوديع قد ايه متاثر بالازمه الاقتصاديه اكتر من الشعب نفسه. بس هو بكري يعني انت لو قصدك منظر وشه في صلاه العيد فانا حابب اطمنك ان خدوده كانت منفخه ووشه عليه غضب الله مش بسبب الازمه الاقتصاديه، ده عشان صحي بدري غصب عنه وهو كان سهران مطبق على اخر 5 حلقات من مسلسل الاختيار عشان يجي بقى يفتتح الاستوديو التحليلي الاحداث. وال111 اللي كانت مرسومه على قرطه دي مش عشان متاثر بمعاناه الشعب والحاله المعنويه من فشله الاقتصادي، هو بس كانت صعبان عليه نفسه ان خيرت الشطر قعد 45 دقيقه يعمل له بصبعه كده اهو من غير ما ياخد بريك. وزير الاوقاف على تويتر: مال الوقف مثل مال اليتيم واكله بدون حق من الموبقات. وكل مرض حق لازم اوزع عليه كسبه. احنا مش هنفتح الكيس، احنا هنخليه بره. لا 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 لا، ده انا هعلقه في الصالون وهكتب عليه بركه الحاج نادي. شوف شوف وشه الصبح، وشه بيبك ورع وتقوى وايمان. اللهم بارك فيك فضيله المخبر وأدامك زخرا للوطن والمواطن وأمين مخلص على فلوس الأوقاف، وربنا ينتقم من اللي بيستغل منصبه ويستولي على أموال وقف المسلمين ويتربح من وراها ويشطب شقق ويوضب فلل ويطلع رحلات حج وعلاج للأهل والمعارف على حساب مال الوقف اللي زي مال اليتيم ده. بصراحة كلام يطمن من راجل بأخلاق وتقوى فضلت الشيخ اللي مش مطلع عين الفلاحين ورفع عليهم الإيجارات ولا بيأجر بالخلاف للقانون حدائق فاكهة وأراضي ويوجه فلوسها من غير حساب ولا بيفنجر منها كأنها فلوس أبوه لصناديق السيسي السيادية بدل ما تتوجه للفقراء والمحتاجين في القرى والنجوع اللي محتاجة لكل قرش في صحة وتعليم ومرافق. ربنا يديك على قد نيتك مولانا ويخليك لليتامى. كمال أبو عيطة بعد ما السيسي خرجه من الفريزر عشان يفك: الإفراج يتسع لمن لم تتلوث أيديهم بالدماء. الجملة دي أكتر جملة سمعتها كام يوم اللي فاتوا من ساعة ما نصبوا دوار العمدة في رمضان. سكريبت وتوزع، والأول مرة يشترك فيه النظام مع الكومبارسات اللي هم مفترض يعني وبينه وبينكم عشان ده سر اسمهم معارضة شرسة وكده. يعني الشيء المشترك إن الطرفين يا إما أعبط من بعض يا إما بيستعبطونا. قال لك إيه؟ لم تتلوث أيديهم بالدماء، وده على أساس إن هشام طلعت مصطفى ونخنوخ إيديهم كانت متلوثة كريم شانتيه، على أساس أصلاً إن النظام السفاح اللي بيمن على آلاف الأبرياء بحريتهم ده ايده متعصى منجع ويسي. ده انتوا لو قتيل واحد مات بترموا على حسه 100 ولا 200 متهم في السجن كذا سنه احتياطي بتهمه ان هم كلهم اللي قتلوه. بجاحه من النظام ونطاعه من اللي عاوزين يعملوا نفسهم معارضه ما وردتش والله في اي مكان محترم في الدنيا. تبقى معايير عفو السفاح ده عن المعتقلين ان هم ما يكونوش متورطين في دم. طب ومعايير امك كانت ايه وانت بتقبض عليهم من الاساس لما هيطلعوا بعد 6 و7 سنين ما تورطوش ولا حاجه؟ ايه؟ ابو عيطه كان مستخبي فين كل ده؟ Okay. Off your exam. You ready? Yeah. Just relax. Hey, everything okay back there? Yeah. الداخلية تنفي صحة الفيديو المتداول لتعذيب ضابط لمواطن وتعلن القبض على الجاني المنتحل صفة الضابط. أستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أستاذ عمرو وكل السادة المشاهدين. كان في فيديو منتشر اللي هو بتاع اللي بيتقال إنه في ضابط بيعذب مواطن أو كده، إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ يعني هي حكاية كوميدية شوية يا أستاذ عمرو. مواطن عادي بينه وبين نصيبه خلافات، الراجل متجوز أخته وواضح إن ما بينهم مشاكل، المشاكل دي متكررة بشكل كبير، الراجل ده حب يرهب
جوز اخته فاتفق مع واحد صاحبه قال له انا هلبسك ويعني هندبك وخليك كانك ضابط شرطه وجاب له عربيه فيوم العربيه وراح كبس على الراجل جوز اخته. طب يعني مفيش ضابط ومفيش كل الفيلم اللي اتعمل ده مفيش ضابط يا فندم. هو الموضوع عباره عن خلافات زوجيه عاديه جدا وان الموضوع تم تسخيره من قبل جماعه الاخوان خاصه من قبل احد العناصر الاخوانيه الهارب لخارج مصر اللي اخذ الفيديو وحطه على العديد من الصفحات والمنصات ويحاول يزعم ان ده ضابط شرطه وللاسف بعض المواطنين تداولوا هذا الفيديو دون ان يتحققوا منه بالرغم من ان الفيديو يعني من الوهله الاولى حضرتك لو بصيت عليه تتاكد ان استحاله ده يكون ضابط شرطه واستحاله ضابط شرطه يتعامل مع مواطن بهذه الكيفيه. نقد وزاره الداخليه اصدرت بيان شرحت فيه كل الامور وبالفعل تم القبض على القائمين على هذا الفيديو سواء المتهم او صاحبه اللي انتحل هذه الصفه وبيتم استجوابهم والتحقيقات معهم وبيتم كمان تحريز العربيه اللي يعني كانت شبه مفيمه وكان بيستغلها شخص منتحل الصفه على اساس انه ضابط شرطه وان دي عربيه خاصه بجهاز الشرطه. معلش يا جماعه يعني بعيدا عن الموضوع انا لازم اكرم الشخص اللي بيكلم عمرو اديب ده واعيد لكم اسمه تاني. ده اسمه محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع وبقول لكم انتظروا قريبا بزوغ نجمه في عالم التطبيق من اوسع ابوابه. يعني يكفي جمله انك من الوهله الاولى يا مواطن هتعرف ان الفيديو لا يمكن يكون لظابط. ليه بقى؟ ليه؟ لماذا؟ لان استحاله ظابط شرطه هيتعامل مع مواطن بالطريقه دي. وحياه خالتك اسره ايمن هدهود ومجدي مكين وريجيني بيسلموا عليك انت والصعبان الاقرع اللي عمال يهزلك في راسه ده. دي الثورة اساسا اول فتيلة ولعت فيها كانت حادثة لخالد سعيد وسيد بلال وعماد الكبير وكل ضحايا تعذيب الداخلية وامن الدولة. المهم بقى اللي ما تعرفش يعني يضحك ولا يبكي ان الداخلية رغم ان الواقعة بقالها كتير وبما ان الصقور لا تنام اتحركوا فعلا بس بعد ما الفيديو انتشر لقوا في 24 ساعة قبضوا على الجاني المجرم ده اللي منتحل صفة ضابط. اللي يضحك بقى في البيان مش بس سرعة القبض على الجاني دول نفوا رغم انتشار عشرات الصور ليه وهو لابس بدلة ضابط وقاعد في مكتب ضابط نفوا انهم عندهم ضابط بالاسم ده اصلا رغم انه عامل صفحة على فيسبوك وحاطط عليها صوره ومعرف نفسه انه ضابط. الزكاوة الخارقة بقى انهم لما قبضوا عليه بعد ما امه لا اله الا الله شافته وحفظت ملامحه ناشرين الصورة دي وهم مغطيين وشه عشان يحافظوا على مشاعرنا. وحتى الراجل اللي ظهر في الفيديو بتعذب لا جابوا سيرته ولا قالوا للناس هو فين اصلا. حي الله جهود الداخلية الشريفة اللي على رأي الاستاذ بطيخة. استحالة تتعامل مع المواطنين بالشكل ده. وزير الأوقاف صيحات تكبيرات المصلين التلقائية في صلاة العيد هزت وجداني. علي أقلك بالتلاتة انت اتخضير علي أقلك بالتلاتة تتخضير وانا اتخضيت ولا حاجة علي أقلك بالتلاتة تتخضير يا سلام واتخضيت انا حمشي تعمل اتخضير. دي بشاير الدخول في الإسلام كده جمعة يعني خلي بالك يعني نقول مبروك ولا نستنى تراجع نفسك. وبعدين فكرنا كده يا غالي يعني انهي صيحات دي اللي هزت ودانك؟ انت قصدك على الصيحات اللي نضلت عشان تخرسها خالص وراهنت انت واللي مشغلينك انكم لما تزهقوا الناس في عيشتها وتفتنوهم في دينهم وتضيقوا عليهم في تراويح وتهجد واعتكاف انهم هيفضلوا يسهروا ويتابعوا خياراتكم ويطلعوا روحكم والهام شاهينكم ياخدوا منهم دينهم واخلاقهم ومش هينزلوا بالالافات في الشوارع يصلوا ويكبروا التكبيرات اللي لخلخت ركبك. نصيحه شيخ بلاميطه ما تبقاش طيب تشوف المناظر دي تاني عشان انت وجدانك غالي علينا. لحسن احنا عارفين حسك مرهف وممكن مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تتعب لك وجدانك. عماد اديب نعيش في زمن الاكذوبه وعلينا ان نتحلى كاعلاميين وصحفيين بالضمير المهني وعندنا نقص في الحريه والحرفيه. انا اعتقد انه اهم شيء الواحد يعمله هو لا تنظري الى رد الفعل او التقدير او عدم التقدير. في النهايه هل انت تعاملي الخالق ام المخلوق؟ تعاملي ضميرك المهني ام تعاملي محاوله استرضاء سلطات او سلطان او حاكم او رجل اعمال او صاحب مصلحه؟ علينا ان نتحلى بالدرجه الاولى بالضمير لانه ايه هي مهنه الصحافه؟ التعريف البسيط هي انك تمثلين الضمير العام لمن لا صوت له. دلوقتي المشكلة ان الصحافة الالكترونية اصبحت تعطي من لا صوت له صوتا. بس انا طبعا موافق ان يكون من لا صوت له. نحن نعيش الان في زمن الأكذوبة أو ربع الحقيقة أو نصف الحقيقة هو الذي يسيطر عليه وعندنا كارثتين أكبر من بعض في الصحفي الذي أو الجماهير التي تنافق الحاكم وفي الصحفي الذي ينافق الجماهير ودي ظهرت بعد أحداث يناير والربيع العربي إنه بعض الكتاب أو بعض الشخصيات العامة التي تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي تقول ما يدغدغ الجماهير بصرف النظر عن مدى صدقية ما يقال. القصة حضرتك سألتني سؤال عن نفسي لا تقل للناس ما يريدونه ولكن قل للناس الناس ما يستحقونه. هي دي القصة وهي دي الرسالة وهو ده اللي لازم نقوله في يوم حرية الصحافة. حرية التعبير لا تكتمل إلا بتوفير غطاء للتعبير لكن أيضا بتوفير غطاء للمعرفة والحرفية. لا يجب إن احنا لما يكون عندنا نقص حرفية
نشتكي من نقص الحريه، لا احنا عندنا نقص حريه وعندنا نقص حرفيه، واحنا مسؤولين. جرايا عم عماد ما تحاسب على كلامك، احنا بنعيش في عهد السيسي ازهى عصور حريه الراي والتعبير والصحافه. اخوك مأكد لي على المعلومه دي. انت عملت ايه على الصبح؟ بلعت حبايه الصراحه على الريق بدل حبايه النفاق اليوميه؟ طب ما تختصر وتقول اننا بنعيش في زمن عيله اديب، ما هو المعنى واحد. ده انت جزء رئيسي في منظومه الاكاذيب والنفاق يا عماد، انت بتنصح مين؟ احتكرتوا الكذب والتدليس وطبعتوا فيه لوحدكم؟ انت اخوك لو جاله اوردر بعد المداخله دي يطلع يقول انك بتشوه زمن الحريه اللي بنعيشه وبتقول عليه زمن الاكذوبه، وانك انت شخصيا اخوان يعملها عادي. شيرين تهدي السيسي اغنيه انت عمري في حفلها بابو ظبي، وده قبل الحلاق ولا بعدها؟ طب مش تحترمي نفسك وتحفظي المقامات كده؟ انت بتكلمي رئيس جمهوريه اسمها سيادتك عمري، فخامتك امل حياتي، عودت عيني على رؤيه معاليك، سموك الحب كله. لا سموك دي غنيها البنزاي، يمكن يديك غويشه وانت راجع ولا حاجه. وبلاش تهدي السيسي يا ظالمني، لحسن يعتبرك بتنشر اخبار كاذبه وبتشوهي انجازاته. وبلاش الاطلال، احسن ده نجمه خفيف يرجع يقول انك بتلقحي كلام على الجمهوريه الجديده. ده انت لسه معديه من حوار النيل بيجيب الهرسيا بمعجزه، امال هتغني له ايه لما ينتهي من مشروعاته ويشربنا ميه صرف صحي؟ ياسر جلال تناولنا شخصيه الرئيس مرسي الله يرحمه بشكل فيه احترام وجديه. هقول لك حاجه تانية برضو يا استاذ فاطمه، عجبتني واحنا بنتناول المسلسل وكان فيها طبعا اصرار من الجهات اللي حوالينا اللي واقفه بتدعمنا بتدينا الحقائق ونشوفها، يعني ان كان في جديه واحترام في تناول الشخصيات اللي موجوده. طبعا يعني انت شايفه، يعني انت كنت مقدمه الرئيس محمد مرسي الله يرحمه بشكل محترم في وجود جماعه كانت بتضغط عليه، يعني جماعه كانت هي اللي بتحاول انها تسيطر عليه وتملي عليه القرارات، لكن هو في النهايه كان في نوع من الجديه والاحترام وتعامل سياده الفريق السيسي، يعني سياده الرئيس اما كان فريق تعامل ازاي؟ قولوا في فخامه الرئيس باحترام شديد. يعني هو في حد لعب في السوفت وير بتاع الناس ده يا جدعان ولا ايه؟ احنا مش كنا على نظام اهل الشر والجاسوس الخاين العميل اللي كان عاوز يبيع البلد؟ ما تلخبطوناش بقى وارسلكوا على بر. دلوقتي بقى الله يرحمه وبنقدمه كل احترامه جديه. يا عم ياسر الترحم على الراجل اللي طلعتوه طول المسلسل مهزوز وجبان، وجايبين ممثل تعبان حاطط كيس قطن في بقه 30 حلقه لما خدوده ورمت. الترحم ده خلوه للناس المحترمه اللي محدش موصيهم، وبسببكم اتجددت الدعوات ليه بالرحمه في شهر رمضان. وبعدين كنت اقول لهم يكملوا جميلهم ويزودوا 3 ولا 4 حلقات يوروا الناس الاحترام كان عامل ازاي بعد الانقلاب، يعني نشوف كانوا محترمينه ازاي وهم بيحتجزوه وبيحبسوه انفرادي وبيمنعوا عنه الزيارات والعلاج والتريض، موتوه وموتوا ابنه ازاي، مظاهر الاحترام في الدفن ومنع العزاء ومنع الجنازه عليه. مش تقول لي احترامه خلاص، الناس حابه تشوف اخلاق السيسي واحترامه على حق. إعلامي مصري الاختيار الأعلى في المتابعة وفقاً لإحصائيات جوجل، والأقصر وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والقاهرة الأعلى مشاهدة. كل المحافظات دي ومفيش المنوفية، رايحة بين على فين مصر؟ وبعدين فين اسكندرية؟ دي حتى مسقط راس حزب النور. ازاي الناس دي ما قامتش بدورها وعملت حملات على البيوت تفتش عليهم بيتفرجوا ولا لأ؟ أنا شايف إن الجيش ملوش حجة بقى، والرفال تبدأ تطلع من المخازن. ده حتى النت اللي بيقطع في مصر وشبكته بتقع في الامتحانات جات له الفوق او ظبط المره دي على حس المسلسل، وعرفنا مين الخاين اللي في وسطينا. افرم اسيسي ودور الضرب في المحافظات اللي ما اتفرجتش، واللي يفلت من الضربه احبسه بتهمه الخيانه العظمى. مع اني شاكك في الاحصائيه دي بصراحه، الشعب المصري ابن نكته وبيحب الضحك، ازاي ما فيش غير 5 محافظات بس اللي بتتابع عمل كوميدي عظيم زي ده؟ السيسي سنحاسب امام الله عما فعلناه في ملف الاحوال الشخصيه، وخايف لاولادنا يكفروا بفكره الزواج بسبب زياده حالات الطلاق. معقول في دولة أهلها مش قادرين يفهموا القضية ويشوفوا بأمانة وبحيادية وبتجرد إيه اللي ممكن يتعمل وما نزيدش كلنا على بعض؟ معقول الكلام اللي ده اتقال لي من كام من 40 سنة؟ أيوه نعم نعم الكلام اللي بيقوله القاضي الجديد في بعض المرات اللي حتى ما قدرش يذكرها، الكلام ده أنا سمعته يعني بتفاصيل من 40 سنة، وبعد 40 سنة لسه عايشين فيه. إحنا هنحاسب أمام الله إن إحنا ظالمين ظالمين كمسؤولين، كله فيما في 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 حقل بقى، قضاة دولة، رئيس، حكومة، برلمان، أزهر. كل من يعني هيبقى معنا بشكل أو بآخر بأن له قول في هذا الأمر، أتصور إحنا هنبقى في رقبتنا، هنبقى في رقبتنا أولادنا وبناتنا اللي موجودين في مدارس النهاردة وفي ظروف ومشاكل، هنبقى في رقبتنا شكل وتماسك المجتمع خلال المرحلة القادمة. أنا عايز أسأل سؤال، الولد أو البنت أو الشاب أو الشابة اللي هو هيتخرج يعني يخدم على الزواج، لو كان هو الخلفية كلها البيت ما كانش موجود، الأسرة يعني نعم. يعني فتاة وطلعت يعني في بيته كان ما كانش متماسك، طب والشاب نفس الكلام نعم. يا ترى الروابط الأسرية عنده شكله موجود هو هيبقى هتبقى ايه؟ هيبقى عنده استعداد يتماسك؟ لا هقول حاجة صعبة، هو عنده استعداد ياخد التجربة أصلا؟ لا ممكن يتعقد. أنا خايف إن الأولاد والبنات يقول لك لا إحنا جوز إيه؟ أنا خايف والله إن إحنا من كتر ما تبقى الكتلة الغالبة هي كتلة طلاق انفصال يعني، إن يبقى ده فرص بفكرة الزواج. لا هو
من جهه هتتحاسب فانت هتتحاسب ما تقلقش. طب بس قدم المشيئه يا ريس وهتتحاسب على كل جرايمك مش هتتحاسب على ملف الاحوال الشخصيه بس. اللي مش عارف حاشر مناخيرك فيه ليه؟ ما هو لو في قانون اساسا وقضاء مستقل مش قاعد انت عليهم دلدل رجليك وفشخت الدستور عشان تسيطر عليه. القانون هيسود والقانونيين هيتفرغوا لضبط القوانين وتحقيق العداله قدر الامكان مش تحقيق احلام سيادتك. وبالنسبه لموضوع الكفر بفكره الجواز يعني الكلام ده مش مظبوط قوي. انت كفرتنا في عيشتنا عموما متجوزين وعزاب واطفال ورضع وحيوانات منويه حتى. اما الكفر بفكره الزواج نفسها واللي انت بكل تدليس كالعاده حصرت اسبابها في زياده حالات الطلاق فده مش حقيقي. الناس مش عارفه تلبس دبل حتى مش تتجوز عشان في رئيس فقرهم واحبطهم وخلاهم مفلسين قوي هيفتحوا بيت ازاي؟ وحتى اللي ناوي يقاوح منهم ويمارس حقه الانساني اللي بشرع الله سميت بدنه وقلت له تتجوز ليه اصلا؟ ولو اتجوزت يا فقيرك احيان مالكش عندي حقك المشروع في بطاقه التموين اللي بمن عليك بيها من عند امي. ثم ان مين السبب في زياده نسب الطلاق من بعد ما شفنا خلقته البهيه؟ الناس بتطلق بعضها كده من باب للطلاق ولا في اسباب اغلبها مشاكل بسبب الماديات والصرف اللي انت السبب فيها بسياساتك وانحيازاتك وظلمك؟ السيسي هل في حد دخل مكان يشتري وما لقاش طلبه؟ اتحملوا معايا من اجل مصر. من اهلنا شعبنا دخل على مكان يجيب طلب منه ولقى الطلب ده مش موجود مش كده؟ يعني هو ده. طب ممكن حد يقول لي انت بس غالي او مش حاجه واحنا بنحاول بالاجراءات من الدوله وحتى في يوم الفطار الاسر المصري قلت ان احنا هنتدخل حتى نهايه هذا العام على امل ان يكون طبعا الازمه دي تكون انتهت خلال الفتره او الشهور القليله القادمه والامور تستعيد يعني عكسها في خلال مده بسيطه يعني. لكن هو الاجابه الازمه كبيره جدا أيوة. جدا تداعياتها على مش على مصر على عشرات ومئات الدول يمكن قلت في 143 دوله ايوه 143 دوله صندوق النقد الدولي قال ان الدول دي هتعاني من هذا الموضوع اكيد احنا منهم اكيد احنا بعد سكاننا اكيد احنا قدراتنا اللي موجوده بس في فرق بين معاناه وبين ازمه كبيره دلوقتي احنا بنعيش بها وابدا ابدا كل جهدنا بنعمله ان نقلل المعاناه دي بحيث ان كل مواطنينا يجدوا طلباتهم. والنهارده كان في يعني مؤتمر مع الحاجات الناس لا مطلوب من المصريين دلوقتي مش تحملوا معايا لا تحملوا معاها ايه عشان خاطرها مع مصر اه طبعا مع بلدنا اللي احنا عايشين جواها طبعا وعلى خيرها وارضاها عشان خاطرها هي صراحه ريس مش هنقدر نجادلك في دي حق يتقال يعني ما فيش حد راح مكان الا ولقى طلب وده في حد ذاته انجاز يضاف لانجازاتك العظيمه. انت خليت الناس في عهدك بتلاقي طلبها اه بس برضه بتمشي وتسيبه عشان غالي ومعهاش تمنه. يعني انت محقق التارجت وعداك العيب كل حاجه موجوده بس لوحدها ولو راجل كل او اشتري المهم السيستم موجود والحاجه متوفره بس في متناول المواطن ابو العينين او النجيب ساويرس. اتحملوا معايا عشان خاطري اللي هو عشان خاطر مصر. ما هو انا ايه ومصر ايه؟ انتوا في ديك الساعه لما تتحملوا وتشوفوا خدودي مليانه ووشي مورد كده وهي عيشه ولا اكتر وكل من عليها فان والشعب لابد ان يكون فقيرا الفقراء يدخلون الجنه. قال لي واسمير فرج عن العملية الإرهابية مصر نجحت في القضاء على الإرهاب والعملية كانت ردا على مسلسل الاختيار. قالت إن مصر نجحت في الأربع سنين اللي فاتوا في القضاء على الإرهاب بفضل جهود الشرطة والقوات المسلحة وقالت إن مصر اتبعت سياسة جديدة وهو إن القضاء على الإرهاب بالتنمية. والفكره دي اللي كان قالها سياده الرئيس السيسي قال ان احنا لو جبنا جيوش العالم مش هنقدر نكفي سيناء بالكامل ولكن بالتنميه وعشان كده احنا شفنا عملنا ايه الاربع انفاق اللي اتعملت والكوبري الثلاث مدن الجديده شرق بورسعيد والاسماعيليه ورفح كل اللي اتعمل ده مش هنقول ولكن الفتره اللي فاتت دي طبعا الارهاب اربع سنين بعد العمليات اللي تمت في 2018 نجحت مصر انها تقضي على الارهاب مراكز القياده مراكز السيطره القاده بتوعه الشبكه العنكبوتيه بتاعته مخازن الذخيره كل ده اتدمر في الفتره اللي فاتت. احنا بنسميها بقى في العلم العسكري دي ايه فتره الكمون لما تاخد الارهاب الضربات دي كلها بتقعد بقى بتكمن وتبدا تعيد ترتيب ورقها ونفسها تبدا تعمل قيادات جديده تجند افراد جدد تجيب سلاح جديد ذخيره جديده ولكن من حين لاخر بتعمل عمليه او الاثنين عشان تقول للناس انا موجوده. ومن هذا المنطلق تمت النهارده عمليه على نقطه ضخ مياه في غرب سيناء محدوده بضخ مياه سيناء عشان عمليات التنميه. طب اشمعنى التوقيت ده؟ ايوه التوقيت ده نمره واحد دايما بيعملوها في فتره الاعياد. بص كده لكل الاخرات يعملوا ينقوا هدف منعزل بعيد ويقوموا عاملين عليه العمليه. الحاجه الثانيه كان رد على التقرير بتاع الامم المتحده اللي طلع لا انتوا بتقولوا مفيش ارهاب لا دي في ارهاب. الحاجه الثالثه بقى ان الجماعه دي بترسل رساله الى من يهمهم الامر اللي بدهم فلوس وبدهم سلاح احنا موجودين لمصادر التمويل وقاعدين بننفذ العمليات دي تمام وبالتالي ما نجند حد اديكم شفتوا احنا عملنا العمليه اللي فاتت. الهدف الرابع او التوقيت الرابع ده جاء رد على التسريبات التي تمت في المسلسل اللي تم الفترة اللي فاتت في رمضان الاختيار. وهذا المسلسل الاختيار. عمل
عمل ضجه كبيره مش في مصر بس. نعم. تعالي شوف النهارده كانت اذاعه تونس بقى لها كام يوم اللي فاتت. لان حزب النهضه طبعا هم بداوا يعزلوه وبداوا يلغوا البرلمان والكلام ده كله. نعم. فبداوا يخرجوا حتى من المسلسل بتاعنا الى ان ازاي في تونس ادي الاسلام السياسي عايز يستولي على السلطه والكلام ده. يا جماعه مثال بسيط بيورينا بشكل عملي اننا رايحين في داهيه بصاروخ. يعني اللي بيتكلم ده مش طنط عنايات بتحلل اسباب ودوافع عمليه ارهابيه اثناء ما هي بتقور الكوسه عشان تحشيها وهي بتتفرج على مسلسل الاختيار، وبتقول على تنظيمات مسلحه دايره برطعه في حدودنا انهم اتقمصوا من مسلسل فطلعوا قتلوا عساكرنا. ده لواء في الجيش وخبور عسكري فرز اول من اللي السيسي معتبرهم اساتذته واخدهم قدوه وبيكرمه في مؤتمراته. ده غير طبعا بيان المتحدث العسكري اللي ما يقلش عنه نطاعه لما عنوان الكارثه والتقصير والفشل اللي كان ضحيته 11 ما بين ضباط ومجندين انه تم احباط العمليه الارهابيه. هم قالوا على اللي حصل انه احباط، فمش هنستغرب لما خالت اللتاته دي وش قفص المؤسسه العسكريه يقول ان بلد بجيشها ومؤسساتها ما قدرتش تحمي عساكرها بسبب مسلسل. طب ما بلاها مسلسلات يا عم العبقري طالما ولادنا بتموت ومش عارفين تحموهم. أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين، أكبر خسارة للدولار أمام الجنيه 11 قرش بحالهم. إحنا العظيم والسقر، اليوم عندنا خبرين مهمين. الخبر الأولاني رقم يهم كل الناس، يهم 100 مليون وأي حد كان متوقع في يوم من الأيام كانوا منتظرين الدولار يوصل 23 أو حتى 30 أو 25. النهاردة أكبر خسارة للدولار أمام الجنيه، يعني النهاردة الدولار خسر لأول مرة في يوم واحد 11 قرشا. وتخليني الرقم نتكلم على رقم النهاردة في البنك الأهلي أكبر بنوك المصرية، فخسارة النهاردة الدولار 11 قرشا دفعة واحدة في يوم واحد هي أكبر خسارة. ده بيقول لك إيه؟ الخبر ده بيقول لحضراتكم ايه؟ رغم ايه؟ رغم استيراد اللي انت بتعمله، توفير السلع الاساسيه اللي حضرتك بتشتغل عليها وبتجيبها، رغم كل الاجراءات اللي بتاخدها ومستلزمات الانتاج وغيره وغيره وفتح اعتمادات وغيره، رغم كده توصل النهارده لهذا الرقم. يبقى النهارده هناك خساره للدولار امام الجنيه، يعني الجنيه النهارده بنتكلم على 11 قرشا خسائر للدولار الواحد النهارده لاول مره من فتره طويله جدا في يوم واحد، رقم كبير. ده طبعا بيقول لك ان شاء الله ان شاء الله يا رب الدنيا تتحسن افضل، تتعافى افضل، ولكن نشوف الفتره الجايه ايه اللي بيتم. البنك الاهلي النهارده وبنك مصر النهارده، كنت يوم السبت قلت لحضراتكم رقم جمعوا من شهادات ال 18% السبت 600 مليار، انتوا عارفين النهارده كام الرقم في اربع ايام؟ كام؟ 48 مليار زياده، يعني اليوم 648 مليار جنيه حصيله شهاده 18% في البنك الاهلي وبنك مصر. خلال اربع ايام احنا اشتغلنا لحد، البنوك اشتغلت حد واثنين وثلاث، والنهارده اربع ايام جمعوا 48 مليار، وصلنا الى رقم كبير 800 648، هنوصل ل 800 648 مليار جنيه. والله وعملوا عفارم عليك يا ابو حميد. ايوه كده عكوشه الاخضر ابن الكلب ده وحلق عليه ما ترحموش. بس اهم حاجه واحنا بنحتفل بخبر زي ده اننا نتواضع عند النصر. التواضع من شيم الكرام، ويا ريت نوطي صوت الزغاريت والاحتفالات ونفتكر ان الشعب الامريكي شعب شقيق يعني وما لهمش ذنب في عركه الجنيه مع الدولار. الناس اقتصادهم زمان وانهار دلوقتي والبورصه عندهم بتولول والدنيا خربانه، ما نبقاش احنا والسيسي عليهم. امال هيعملوا ايه لو عرفوا ان الاسبوع ده هينهار تاني ويخسر قرشين ساغ؟ يا جماعه يعني بعيد عن الموضوع وبعيد عن انه لما زاد 5 جنيه مره واحده ولما نزل 11 قرش بقى انتصار، سؤال ولازم حد يجاوبنا عليه عشان ما نفضلش في الحيره دي كتير. ايه فصلت الكائنات اللي تزوجت وكان نتاج تزوجها الكائن ده؟ وزير الماليه تحسن ملموس للاداء المالي خلال التسعه اشهر الماضيه. اتكلم بقى عادل يلا، اتكلم بقى ادب، لو سمحت اذا مش هحمل، اتكلم بقى ادب يا ولد، اذا مش هحمل متحدث محترم اجي لو سمحت. تسعه اشهر وملموس؟ لا معلش اقعد معوج واتكلم عدل، مش عشان ساكتين لك يعني، واتكلم عن نفسك. لو الاداء المالي ده انت لامس تحسنه ده موضوع يخصك، ما تجمعش بعد اذنك. ده بصرف النظر عن ايه هو الاداء المالي بتاعك غير الجبايه والضرايب من ناحيه، ومن ناحيه تانية القروض اللي غرقت البلد ديون، ولا اداء الصناديق السياديه والسندات اللي بتبيعوا بيها اصول الدوله لاي كلب بلدي معدي معاه قرشين. ولا انت قصدك ان التحسن ملموس في جيوب العصابه وحساباتهم البنكيه، ولا تحسن ملموس في كرش الحكومه اللي اتملا من زيادات الاسعار اللي بتاخدوها من قوت الناس وتقليب جيوبهم؟ وبعدين ابقى نسق مع رئيس التكيه اللي بيطلع عكسك يقوق ويشخط فينا احنا عشان بنخلف. واضح ان التحسن مش ملموس عنده، او ملموس بس مكسوف يقول. خالد الصاوي يرد على نشر بوست قديم: كنت مخدوع فيكم وانكشف ارهابكم وكدنا ننهار لولا ان الشعب اختار قيادته الجديده. اللي مش عارف القصة يعني هو بوست اتنشر له كان كتبه من 10 سنين بيهاجم فيه كل اللي مش مديين فرصة للتيار الإسلامي وبيساعد في شل صلاحيات الرئيس والضغط عليه، وإن مفيش إشارة حصلت منه إنه بيضطهد حد، وإن اللي بيتعمل من الدولة العميقة والمجلس العسكري مؤامرة رخيصة على الديمقراطية.
وقال انها مؤسسة مسيطرة على البلد من 60 سنة فساد. المهم طبعا انه حذف البوست عشان ما يعرفش ان في اختراع اسمه سكرين شوت، وهو عاوز يوصل يعني انه زيه زي غيره من اللي بيبقى عندهم قناعات غلط، ولما بتنكشف الامور ممكن يغير من اراء. بس انت خالد يعني ناسي حاجة صغيرة، ان انت عادي طبعا انك تغير رأي او قناعة فتتحول من مؤيد لمعارض، ده حقك، بس ده ما حصلش. انت غيرت مبادئ، يعني تحولت لمعارض بيروج لنفس النظام اللي ما تغيرش وكنت بتهاجمه وتقول عليه فاسد من 60 سنة. هو كل اللي اتغير بس ان هم بقوا 70 سنة دلوقتي. وبتقول كمان ان الشعب اختار قيادته، وانت عارف واحنا عارفين وامك عارفة ان محدش اختار السيسي، والمرشح اللي قدامه كان مرة حمدين الشهير بالكومبارس، ومرة موسى حاجة موسى اللي اداله صوته اساسا. اما حكاية كدنا ننهار دي فروح اسأل عليها البطل اللي انقذ مصر من الانهيار، هو اللي بيقول ان الاحتياط النقدي خلص مش احنا، كدنا ننهار. هو البيه مش قاعد معانا في البلد وبيسمع ارقام الديون الداخلية والخارجية وصلت لايه والدولار وصل لكام؟ امسح يا خالد البوست وكل عيش، بس ما تعملش فيها مناضل الله يكرمك، كلكم اراجوزات اصلا. مبروك عطية عن انفصال ابو هشيمة وياسمين صبري، كان نفسك تبقي هي وتاكلي الصينية. اه انت غيران. اجيب لك من الاخر انا على بلاطة. انت غيران، انت كان نفسك تبقي هي وتاكلي الصينية. الدنيا مقلوبة على ابو هشيمة وياسمين صبري. ليه كلمة عايز اقولها، جايز تهدي الدنيا السايرة. ابو هشيمة وياسمين صبري، لاحظ كلامي مش هتلاقي كلمة واحدة غلط اذنه. ابو هشيمة وياسمين صبري اتجوزوا اتجوزوا، والجواز شريعة ربنا، واذيع ان هم اتطلقوا، ان هم اتطلقوا، والطلاق شريعة ربنا. ايه اللي يقلب الدنيا؟ قبلها خاتم في الاول ب3 مليون، انتوا كنتوا معاه في الفاتورة مجايز بربع مليون. هو سيادة النائب المحترم لو استشارني كنت قلت له كفايه خاتم 30,000. يلا يلا معانا حد حوش. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الراجل ده يا جماعه المفترض انه شيخ ودكتور في الجامعه وبيتكلم في الدين وقال الله وقال الرسول، فهو من خلال انه شايف ان دوره تهذيب المجتمع واصلاحه ودعوه الناس للبعد عن التفاهات وحشر مناخيرها في حياه الناس الشخصيه، فالراجل ساب الكتب والمراجع وقعد على السوشيال ميديا بقى يتابع التفاهات والهزار والكوميكس والتايجر والخواتم والالمازات، فانتفض بقى وقرر يبقى الناصح الامين ويوقف المهزله دي. قام عمل ايه؟ فيديو حوالي ربع ساعه بيتعلق فيه هو كمان عادي جدا، وبيحشر نفسه برضه في حياه الناس ويستظرف كمان، يعني طالع يعمل سكتش ويركب الترند هو كمان. وادي حال رجال الدين الاكاديميين دكاترة الجامعات في عهد فشاخة الرئيس يا جماعة باختصار يعني. وانا من هذا المنبر احب اضيف على كلام مولانا، بعد البنات ما كان نفسها تبقى هي وتاكل الصينية وشك للحيطة مولانا وقفاك ليه؟ محافظة الجيزة تضبط كميات من الفسيخ والرنجة منتهية الصلاحية في الهرم. لا حول ولا قوة الا بالله، الدنيا تقل خيرها كده خالص وما عادش فيها امان، هيروحوا من ربنا فين؟ ده حتى من غشنا فليس من. ايه ده لحظة، قلت لي هو ايه اللي منتهي الصلاحية؟ خش على الملوحة مربى. ارجع ارجع، دي ميتة ميتة. تبقى انا بقول لك انت تعالج من خيرك، دي اجمل حاجة فيها الحتة، حاجة تفتح النفس. لا 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 ما يفتحش نفسي الكلام ده، انا يفتح نفسي كلب ميت يكون منفوخ كده. يا سلام واو بسك القرف. لا يا راجل هو الخبر فيه حاجة غلط كده، الفسيخ بره التصنيف ده يا جماعة، بالعكس انتوا المفروض تكرموا المحلات وتعملوا جايزة تشجيعية لأطول فترة تخزين منتهي الصلاحية. الوضع في الحالة دي معكوس، انتوا فاهمين غلط، هي بتتاكل بعد ما تبوظ اساسا، يعني لو وصلت للمستهلك من غير ما تكون بايظة من حقه يتهم الفسخاني بالغش التجاري ويقدر يشتكيه في الغرفة التجارية والقانون في صف. ده اسمه فسيخ معتة وبيبقى سعره أغلى، والناس بتقف طوابير على أي محل بيعلن إن عنده فسيخ من عهد الأسرة السادسة. كفاياكم هدم للثوابت بقى، زهقتوا الناس في عيشتها يا أخي. أشرف زكي، إحنا بنشارك في ملحمة الاختيار زي الجندي على الجبهة. مساء الخير وكل التحية لحضرتك على أول المشاركة في أحد المسلسلات الوطنية العائدون، وتقوم بدور أحد قيادات جهاز وطني عظيم المخابرات العامة. مساء الخير يا أستاذ أحمد، ومسلسل الاختيار. الاختيار 3 أنا آسف. أنا آسف. الاختيار. نعم. شرف كبير لينا كلنا، شرف كبير لكل ممثلين مصر إن هم يشاركوا في هذه الملحمة الكبيرة التي تسطر بطولات الجيش والشرطة والقيادة السياسية في هذا العمل الكبير. دكتور أشرف بصراحة خلينا وإحنا بنتكلم على الاختيار، لما عرض على حضرتك هذا الدور ايه الحوار اللي دار؟ ترددت على طول؟ قابلت فورا؟ ايه اللي دار في هذا الامر يا استاذ احمد؟ احنا كنا نسعى اليه ولا يسعى الينا. نعم. كنا نسعى اليه، كل فنانين مصر كانوا بيبعتوا بيطلبوا المشاركه ولو حتى صامتين. نعم. ولو حتى في مشهد بيمروا فيه. نعم. فشرف لينا كلنا ان نشارك في هذا العمل اللي احنا بدون تردد بدون تفكير، احنا كالجندي في الجبهه يا استاذ احمد احنا بنشارك بادواتنا. احنا بنتفلوكس يا استاذ احمد، نموت ونموت ونقبض ملايين وتحيا مصر يا استاذ احمد. وحتى لو استشهدنا في احداث المسلسل ونزلنا من فخدنا عصير وقعدنا ننزف فراوله، مش هنطالب بمعاش المحاربين القدامى. لا بس حلوه حكايه انكم زي الجندي على الجبهه دي، قدر يقولها عادي ويساوي بينه وبين الجندي اللي مرمي في الصحراء سواء في برد ولا في حر، متجند تجنيد اجباري بالسخره وبيقبض ملايين وواقف مستني الموت في اي لحظه،
يعني بتخش على البلاتو في التكييف وانت ماسك مسدس خرز وتقعد تحت ايد الحلاق يعمل لك فتله ويحط لك ميك اب وتخش ترمي الكلمتين اللي مكتوبين لك في سكريبت الشؤون المعنويه، فانت كده تمام جندي مجند في معركه الوطن ضد قوى الشر والارهاب. يا عم اقعد في حته ناشفه بقى. ايه قصده نادي الجندي؟ مصطفى بكري يطالب بوقف المشروعات القوميه مؤقتا، الناس سحقت. النائب مصطفى بكري. سيد الرئيس، الحقيقة أن الأوضاع الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري صعبة للغاية، وانعكس ده في الأسعار الأساسية للسلع. احنا مثلا ضمن القمح كان مفترض 230 دولار، النهاردة ب 490 دولار، حاطين في الموازنة العامة برميل النفط 60 دولار، النهاردة 115 دولار، ده بالتأكيد بيبقى له انعكاسه على الأوضاع في مصر. لكن أنا مش قلق من حجم الدين العام، أمريكا 250% حجم الدين العام قياسا بالناتج المحلي، اليابان حوالي 100 او امريكا 130 واليابان 250، احنا عندنا 85%، لكن نطلب التوقف عن اي قروض او اي ديون عشان ما ينعكسش عندنا زي ما احنا شايفين في الوقت الراهن. الحاجه الثانيه، لابد ان نوصي من هنا بوقف المشروعات القوميه الكبرى لفتره مؤقته، لازم يبقى عندنا فقه الاولويات ونبص للشارع ونبص للناس، الناس بتغلي، اوضاع الاقتصاديه صعبه جدا، والخوف من استغلال ذلك لهدم كل شيء. البعد الاجتماعي لازم يكون في نظر هذه الحكومه جيدا. الناس في الشارع، لا في طبقه متوسطه ولا في طبقه فقيره، الكل سحق من مقتضى ما يحدث الان. نعم عندنا اصلاح مالي، نعم عندنا اصلاح اقتصادي، لكن مهم ان احنا ندي نظره اجتماعيه كبيره للمجتمع، لان المجتمع لا يمكن ان يفرط في الدوله ولا يمكن، وعارفين اللي بيبذله السيد الرئيس وعارفين اللي بيتم على ارض الواقع، لكننا نحتاج بالفعل الان في هذه المرحله الصعبه الى ان احنا نرجع لفقه الاولويات. انه الافضل دلوقتي ان انا اكل الناس ولا اشتغل في المشروعات القوميه؟ السيد الرئيس قال الحياه كريمه خلاص ما فيهاش كلام، لكن باقي المشروعات موقفه شويه عشان نشوف الناس ونتفادى اي ازمه ممكن تؤدي الى احتقان في الشارع، والشارع في غايه الاحتقان. جرأة حلوه، جرأة حلوه، ما فيش كلام. الحق يا ريس، في نائب في البرلمان بيعيب في مشاريعك وكباريك وفنادقك ومونوريلك، الراجل ده عاوز يعطل الانجازات يا ريس وجاني ثمار التنميه. انت هتحيرنا معاك ليه يا بكري؟ ده انت ايقونه التطبيل المعاصر. الموضوع ده مريب، لا يمكن تتخلى عن الطبلة كده ببلاش. فايه حكايتك المرة دي؟ ده انت صوابعك ورمت من التطبيل للمشاريع والانجازات والعاصمة الادارية، لسه فاكر تتكلم ولا الاوامر جيت لك تتكلم دلوقتي عشان الفلوس بح والرز الخليجي شاحح من السوق وفوائد القروض بتلسع والزبون عريان بعد ما ورط البلد في ديون محد عارف لها اول من اخر؟ عموما يا ريس الرجال ده غلط وقلل من قيمة مشاريعك التنموية والعقارية والفنكوشية، وانا سمعت ان البرج الايقوني هيبقى قريب منه مشروع اطول مسله، وعقابا ليه عشان اولا جاب سيره الغلبه وثانيا شكك في انجازاتك، ده يتاخد يوم افتتاح المسله وانت عارف الباقي بقى. احمد موسى، بنستورد اكل قطط ب 500 مليون دولار، ده يرضي ربنا؟ لما تيجي تعمل حوكمه وضوابط هديكوا رقم وعايز واحد في ال 100 مليون يقول لي معاك او ضدك، استورد اكل قطط وكلاب ب 500 مليون دولار يرضي ربنا؟ حد يرضي 500 مليون دولار اكل قطط وكلاب وتقول لي انت موقف لي اجراءات استيراد اللي هو ما عنديش جوه اكل قطط وكلاب في مصر؟ انت اوفر دول اولى واجيب بيهم قمح اللي زاد الطن من 140 دولار النهارده بتجيبه ب 430 دولار الطن، من 140 ل 430 انهي الاولى؟ اجيب لك طن قمح ولا اجيب اكل قطط وكلاب؟ اجيب لك 120 كام مليون برميل وقود، اي دولار بيزيد بيزود على فاتوره 120 مليون دولار. بصراحه عندك حق في دي يا موسى، مع انك نسيت اكل الكلاب ودول عددهم اكتر واكلهم اغلى بكتير وبرضه اغلبه مستورد، حتى الميه مستورده. هو طبعا بصرف النظر عن العبط ده وان ده ما هو الا روبوت زي ما احنا متفقين، والظابط اللي شحنه بالمعلومه الظاهر كان مصطبح، لان اكل قطط بحوالي 10 مليار جنيه دي هبدا ما تطلعش غير من احمد موسى. بس تمام، خلينا نقول يعني رغم انها فلوسهم مش من ميزانيه السيد الوالد، يعني خلينا نقول انها مظبوطه والاسراف مش في محله. طب الاسراف والبذخ والعنطزه الكدابه اللي برعايه الدوله اللي في عز الازمه الاقتصاديه وانخفاض قيمه العمله بتعمل حاجات ما تقلش تفاهه عن اي سلعه استفزازيه، وبرج ايقوني واكبر ساري عالم وملاهي وملاعب جولف وفنادق ومنتجعات لخدمه نفس ذات الناس اللي بتزعق للي بيجيب لهم اكل القطط ب 500 مليون دولار؟ ميزانيه المسلسلات كام مليون عشان تملى الهواء بالاكاذيب والهجايص؟ كل ده يرضي ربنا يا موسى؟ كامل الوزير، المانيا لم تنهض بعد الحرب غير بالطرق والكباري، ولو ما عملتش الطريق مش هوصل للمصانع والجامعات والمستشفيات. انا هرد على كل الناس دي من خلال حضرتك، بس اوعى حضرتك تكون اللي بتقول الكلام ده تبقى مشكله يعني. وحتى لو حضرتك برضه بتقول الكلام ده من حقك ومن حق كل الناس تعرف شغلتي يا فندم ان انا انقل لحضرتك نبض الشارع والناس بتقول ايه، واكيد كل الناس بتسمعنا. يا الوزير اكيد انت سمعت الكلام ده. طبعا واكيد قريته، واكيد لانه، وعلى فكره انت المسؤول عن كل ما يتحدث عنه الناس، يعني انت الوزير اللي بيتكلموا عنه في هذا الامر. فرصه ان حضرتك تقول لي دلوقتي، هرد على حضرتك دلوقتي واطمنك انت وكل اهالينا. انا
قريه ريفيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وبروح اقعد مع اهليه واخواتي وقرايبي واصحابي وفي المشروعات اللي بمشي فيها ومع كل الناس وبسمع الكلام ده، بس انا برد عليهم والناس كتير جدا فاهمين وعارفين، ولكن في ناس يعني بتدس السم في العسل زي ما بيقولوا، ولكن هرد عليهم نقول لهم ايه؟ النهارده لو انا ما عملتش الطريقه يا استاذ عمرو هقدر اوصل الى المصنع اللي انا عايز اوظف فيه 1000 او 2000 او 3000 عامل اللي يشتغلوا ويفتحوا بيوت؟ مش هقدر. لو انا ما عملتش الطريق والكوبري هقدر اوصل لمينا السخنه ومينا سفاجة على البحر الاحمر ومينا جرجوب على البحر المتوسط علشان اصدر واستورد واعمل ترانزيت واعظم التصدير والاستيراد والتجاره العالميه والتجاره المصريه عشان تصل الى مصاف التجاره العالميه وفعلا نصل الى ان احنا مصر تبقى فعلا مركز التجاره العالميه للوجستيات؟ ما كنتش هقدر. هو انا النهارده لما اعمل قطر سريع يجيبني من السخنه الى العالمين الى مطروح في 3 ساعات او ينزلني من اكتوبر حتى ابو سمبل ونعدي على توشكا عشان ننقل الحاصلات الزراعيه والخضر والفاكهه والقمح نوديه الصوامع بقطر سريع يصل الى سفاجة على البحر الاحمر يصدر، او يصل الى اسكندريه يصدر او يستورد، او يصل الى كل انحاء الجمهوريه حيث يعني مواطن الانتاج. هو انا كنت اقدر اوصل للمستشفى بتاعت اللي انا بعملها اللي ما اعمل طريق؟ هو انا كنت اقدر اوصل للجامعه بتاعت اللي انا اتعلم فيها اللي ما اعمل طريق؟ دي مشروعات اسمها مشروعات البنيه الاساسيه. المانيا لم تنهض بعد الحرب العالميه الا بالطرق والكباري ولا امريكا. صح حاجه ابو كامل الله يفتح عليك. ازاي صحيح من غير المونوريل كان المواطن البسيط محدود الدخل هيتنقل من فيلته في العاصمه الاداريه ويروح للشاليه بتاعه في الجونه؟ لولا الطرق والكباري المواطن هيروح ازاي شغله اللي بيقبض منه ملاليم ولا ينزل السوق يشتري حاجته بالغالي؟ وبعدين هي مش المشاريع بتاعتك موفره فرص عمل؟ اي نعم برضه بيقبضوا ملاليم وقاعدين على كف عفريت، بس اسمهم بيشتغلوا عند جنابك انت والسيسي والحاج سعيد عشان اصحابكوا واهاليكوا وحشيتكوا يرتاحوا. واي على رايك هو من غير الطرق والكباري والقطارات الكهربائيه الناس هتروح ازاي المصانع اللي انتوا ما عملتوهاش وبتصفوا اللي موجود منها اصلا؟ وهيروحوا ازاي المناطق الصناعيه الكبرى والجامعات والمستشفيات اللي انتوا برضو ما عملتوهاش؟ المهم ان الخطوه الاولى تتعمل والدينونه قروض ل 300 سنه قدام، وبعد كده نبقى نشوف حكايه المصانع دي. وفعلا ايه اللي نهض بالمانيا غير الطرق والكباري؟ العالم كله يحيا بالكباري مش المانيا بس، اللي عشان تنهض فعلا لا اهتمت بالتعليم ولا البحث العلمي ولا التصنيع والتصدير والزراعه والانتاج. محدش نهض بالمانيا غير الفساد وسطو الجنرالات على الحكم واحتكارهم لكل الصناعات والمشاريع وغزو البلد بالطرق والكباري. علم ايه ودراسه جدوى مين يا عم؟ هو فعلا ده اللي نهض بالمانيا. احاله 20 شخص للنيابه بتهمه استغلال محصول القمع في تصنيع الفريك. دي كانت نبوءه بقى. الله يخرب بيتك يا نقيب الفلاحين، اكيد هو اللي بلغ عنهم واحنا اللي كنا فاكرينه بيهري. اتريم رقد لهم ولابت في الدر. احنا السنه دي طبعا زرعين حوالي 3,600,000 فدان متوقع. يا دي الجرسه يا ولاد، ده الموضوع طلع بجد والحكومه واخده الموضوع على صدرها وحالفه لطارد جحافل الخارجين عن قانون الحشو العالمي. طب اللي اتقبض عليه بالتهمه دي يودي وشه فين من زمايله في التخشيبه؟ اللي جاي في خناقه ولا سرقه ولا قتل لما يسالوه جاي في ايه يا بلدينا يقول لهم حشيت وز افريك. واللي اتقبض عليهم دول يعني نتيجه مداهمه عشوائيه كده ولا بلاغ من مواطن شريف شم الريحه واكتشف غموض الجريمه؟ الله عليكم على اخبارك يا مصر. الفريك نزل جدول يا جدعان وبيصدروا الحمامه، احذروا بالله عليكم. اللي عنده معلومات عن البليله لو فيها مساءله قانونيه يقول، مفيش حاجه بقت مضمونه اليومين دول. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. بص يا اسطى قول لي يا عم تقدر تقول لي ليه التوته بتاعتك مفشخه بالطول مش بالعرض؟ لا ما اعرفش. تعرفش ليه؟ عشان ما تسقفش وهي لازم على السلم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. حضرتك ركنت كده خلاص؟ ركنت. طيب حضرتك مرتاح في ركنه هنا ولا تحب تشوف ركنه ثانيه؟ لا تمام. هنستأذن حضرتك تدور العربيه وترجع واحده ورا. انا راكن غلط شويه. لا لا عمرني حد بس هتطلعها تاني قدام. تاني قدام؟ بس انت عملت ايه كده يعني؟ اول مره تشرفنا بركنه. اول مره باين حضرتك مش عارف التكوس ولا عارفني. حضرتك معاك مستر سايس محمد ياقوت احسن سايس في مصر لخدمه ركنات السيارات من جميع انحاء العالم. وموجود هنا لراحه حضرتك وراحه عربيه حضرتك. انت يا فندم عندنا هنا يا فندم 3 باقات حضرتك حابب تعرفهم؟ لا تمام. اول باقه بتقول ركني على الله. ركني على الله دي حضرتك بتركن العربيه بتركن معاك والمكان ما بيكونش مميز تماما. بتمشي بترجع تلاقي العربيه اتخلبشت اتكلبشت اتسرقت لا قدر الله. ده بيعود عليك انت ما بيقعدش. حاجه من الثلاثه هتحصل يعني ان شاء الله ما تقطعش ان شاء الله. وفي اوفر على الباقه دي أوفر. مش موجود على لاي حد. انا هديهولك لو اشتركت معايا دلوقتي. تمام. الاوفر ده بيقول ان في دعوه مجانيه. وفين الدعوه دي حضرتك؟ لا حضرتك مش في مكان. الدعوه دي بتكون من الحاج محمود وهو بيصلي صلاه المغرب بيدعيها لك من هنا من قلب مصر ان العربيه لا تتخربش لا تتكلبش لا تتسرق. الله. تحب تعرف الباقه الثانيه؟ لا. الباقه الثانيه دي باقه السعاده. باقه السعاده دي حضرتك بتركن العربيه لمده ساعتين بنوجهك على المكان اللي حضرتك تروحه بعد ما بتركن. انتوا بتوجهوني يعني؟ بنوجهك عشان لا قدر الله ما تتاخرش على عربيتك ونفسيتك تتعب. تمام. بتركن ساعتين بتلاقي العربيه مغسوله غسله نظيفه والنظافه
مش قادر اقول لك عليها. ودي بيكون عليها الثلاث دعوات بس مش من قلب مصر، اللي بيكون في السعوديه في اخر السنه. الحاج محمود بيجمع الدعوات كلها وبيروح يدعيها في السعوديه. والله احنا تعبين الحاج محمود والله، يعني بسم الله ما شاء الله. اخر عرض مش هاخرك معايا، تحب تعرفه برضو؟ لا تمام يا فندم. العرض الاخير ده، الباقه الاخيره دي اسمها باقه تركني كده انا خلاص ارتحت. الركنه دي بتكون مميزه جدا جدا جدا، لان العربيه بتاعت حضرتك بتشوف لون مختلف تماما من فوق كوبري سيدي جابر. حضرتك بتروح تركنها ثلاث ساعات يا عم بترجع. ثواني بس، هو في حد بيركن فوق كوبري سيدي جابر؟ تمام يا فندم، احنا بنتصرف. بتركن العربيه في نفسك فوق كوبري سيدي جابر، بيجي سواق من عندنا بياخدك يوديك المكان اللي حضرتك تروحه اللي انت بتحدده هنا يا سيدي. تمام، وبترجع تلاقي نفسيه العربيه 100% غسيل مكوى ست دعوات. طب بص، هو الصراحه عروضك مغريه يعني، الباقات كلها الصراحه يعني، واللي عجبني اكتر الباقه الاولى الصراحه مميزه جدا والله. بس انا كان عندي مشوار دلوقتي، انا كده كده مش رايحه خلاص فاهم. فالمره الجايه ان شاء الله هاجي واقول لحضرتك انا اخترت ايه كده. معلش بس هنستاذن حضرتك في 50 جنيه استفسار وركنه عربيه، وانا قفلت المرايه وحضرتك فتحتها. فدي 50 جنيه عشان يعني 20 جنيه ركنه، 30 جنيه غرامه فتح المرايه. طب واللي مش هيدفع؟ الحاج محمود هيدعي عليه في السعوديه. للمزيد من الطاقه الايجابيه المحفزه على الهجره، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.